أعلن معهد الإدارة العامة إطلاق استراتيجيته الجديدة للأعوام 2024-2028 مدشنا رؤيته الجديدة تحت شعار مركز للفكر القيادي والتنمية الإدارية. وبهذه المناسبة قالت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيئة الخليفة مدير عام معهد الإدارة العامة إن هذه الرؤية تتماشى مع استراتيجية المعهد في تطوير التنمية الإدارية وتوفير التدريب رفيع المستوى للكوادر الوطنية في مملكة البحرين. رؤية طموحة وأهداف واضحة تضع في أولوياتها الانتماء والولاء الوطني والمؤسسي جميعها عوامل لإطلاق الاستراتيجية الجديدة لمعهد الإدارة العامة للأعوام 2024-2028. تأتي هذه الاستراتيجية مع التوسع في الخدمات التدريبية المختلفة التي يقدمها المعهد بعد إدراج عدد من المناهج الجديدة والمواد التي تركز على إبراز الإنجازات الوطنية والتركيز على مواكبة التطورات الحديثة في مجال التدريب، وتحديداً المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومهارات الابتكار والإبداع. إن الاستراتيجية الجديدة لمعهد الإدارة العامة ترتكز على 3 توجهات ممثلة بالارتقاء بفاعلية الخدمات والاقتصاد المزدهر ودعم المعرفة والإبداع، والتي من خلالها سيتم العمل على تحقيق عدة أهداف على رأسها تصميم وتطوير الخدمات وبناء القيادات والتطوير الإداري والأبحاث العلمية الداعمة للابتكار والتنمية الإدارية والتطوير الذاتي والمؤسسي ونشر التوجهات الإدارية وتطوير الأعمال. معهد الإدارة العامة تمكن من تخريج المستفيدين من خدماته التدريبية المختلفة، مما أسهم في نجاحهم والارتقاء في مساراتهم المهنية والعملية، بما يخدم مسيرة التنمية والتطوير في مملكة البحرين.